تعاونوا ندير بنتي العمليه ان شاء الله وتولي تشوف. كان نقعد على جال بنتي ما يهمش نبات في الشارع ولا نبات في اي بلاصه ما يهمنيش. انا الهم المهم تاعي انه بنتي مادا بيا كنت كستانه ما تقاسش هي مادا بيا ترتاح بنتي وتولي كيما كانت. شنو الظروف اللي عايشين بها هنا في اسبانيا دابا حاليا؟ جيدية تقولي ماما ما نشوفش من عيني ماما اختي واش دارت لي ماما هي اللي ضربتني. احنا حاليا في هذه اللحظه اللي احنا جالسين كنصوروا فيها الفيديو مع الاخوان حاليا كنصوروا معهم فيديو. كاين واحد المحسن واحد الفاعل الخير تكلف بالعمليه الاولى 2000 اورو قال لك على حسابي تكلف بها. صباح الخير قسمنا غادي دابا نمشيو نجبدوا ديك الامانه اللي صيفطوا لنا الناس. ما شاء الله سبحان الله يعني كل نهار كنزيدوا نتاكدوا باللي راه مازال كاين الخير في المسلمين. والله العظيم خوتي لقيتونا غادي نجبدوا ديك البركه ان شاء الله باش نبارطاجيوها معكم عاوتاني ونفرحوكم. واللي فرحني اللي فرحني ديما واحد الصديق ديالي تبارك الله ما شاء الله ما نساوش ما نساوش تبارك الله والله العظيم اللي فرحني بزاف واحد البركه عطاها في سبيل الله يعني صدمني 1000 الاورو في سبيل ديك البنيته كوثر. ثم هذا الاخ هذا صديق ديالي كان كيعرفني وتفرج الفيديو وبقات فيه ديك البنيته كوثر وعاونا قال لك يعني الاسم ديالو فيصل صديق الله يعمر له الدار الله يخلي له البنيته ديالو كنشكرو بزاف واحد المغربي الله يعمر له الدار يعني اش نقول لكم كنشكركم كاملين اخوتي باقا عجبتوا هاد البركه. شكرا لكم اي واحد سواء اللي ساهم بالدعاء اللي ساهم بالبارطاج اللي ساهم باي مبلغ سواء كان كبير ولا صغير ماشي مهم، المهم هو النية، شكرا لكم كاملين اخوتي. لقيتونا هنايا في وسط السرير كنجبد لك البركات. شكون هذا عزيز؟ هذا الأخ محمد البركاني من فرنسا. ساهم مع هذه السيدة مسكينة الطفلة ب 100 ديال الأورو. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. الله يجازيك بخير خويا محمد، إذا كنت كتشوف الفيديو هذا الله يرحمك بوالديك. هذا واحد الاخ فاعل الخير من مارسيليا ما بغاش نجيب له السميه ديالو صيفط 100 الاورو. ها هي شكرا لك اخويا وكنتمنى ان شاء الله ربي يعاودها لك في بيت في الجنه ان شاء الله. شكرا لك اخوان. هذه فاعله خير خديجه من هولندا صيفطت 100 اورو. ها هي الاخوان شكرا لك بزاف اختي خديجه خيرك غادي يوصل لك الناس في ساكن وكنتمنى من الله تشافى ديك البنت واجرك محسوب عند الله. شكرا بزاف ياسيس اخوان. هذه هنا 200 الاورو لعند اخت الهام من فرنسا 50 100 150 200. شكرا لك اختي الهام الله يجازيك بخير وان شاء الله ميزان حسناتك ان شاء الله. شكرا بزاف. هادو كاينين شي ناس اخوتي صيفطوا لنا شي بركه في بيسوم. يعني بيسوم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش بيسوم اللي خارجين من اسبانيا هو واحد عن طريق الاكونت يعني يصيفط لك الكونت بواحد الابليكاسيون سميتها بيسوم. كاينه الاخت نجوى صيفطت 50 الاورو الله يسهل عليها شكرا بزاف. الاخت فاطمه 50 الاورو هادو هما اللي صيفطوهم في الكوين تاعي يعني كان الكونت ديالنا في رقم الحساب ديالنا في بيسوم غادي نوصلوهم للكوثر ان شاء الله. السلام عليكم خوتي معنا الاخ الياس اب طفل كوثر والام تاعها حنا وصلنا دوكا للمستشفى هو هذا يوم الخميس الاربعاء اليوم ياك يعني. يوم الاربعاء غندخلو ان شاء الله باش نشوفو شحال جمعنا ليها ديال الفلوس وشحال باقي ناقص ونبداو الاجراءات ان شاء الله تاع العمليه. خليكم معنا ندخلو لداخل ونكملو معكم الفيديو. اخوان حنا وصلنا للريسبشن دوكا حنا في الريسبشن عندهم باش نشوفو شحال جمعنا. Not for you, only for me. Yeah, but the other patients around. Okay, right. إخواني يلا خرجنا من المستشفى جينا هاد البلاصة هادي هنايا باش نهضرو معاكم بالهدوء بلا بعدو شوية من الصداع. ما خلاونيش نصور في المستشفى داك الشيء علاش قطعنا التصوير. المهم ها العائلة مع الأخ ديالي غنجيو دابا نهضرو معاهم ونشوفوا داك الشيء كامل اللي كتسولوا التساؤلات ديالكم غادي نتعرفوا عليهم دابا إن شاء الله. كما شفتوا يعني في الأوسبيطال ما خلاوناش نصور لكم تما باش نعطيكم ديك المعلومات الدقيقة. الحق دابا حنا مع الاسره يعني ديال كوثر الاب والام ديالها غادي نوضح لكم يعني فين وصلت العمليه ديال التبرعات وشحال الفلوس جمعنا وفين وصلت يعني العمليه فوقاش غادي تكون وبزافكم غادي نوضحوها. اخ الياس بغينا غير نعرفوا يعني شحال جمعنا يعني شحال الفلوس اللي عاونوا بها المحسنين شحال وصلنا لها دابا يعني قبيله في السبيطار قال لكم في الكونت شحال وصلت 3180 يعني في السبيطار يعني المحسنين اللي دوزوا في السبيطار كنشكرهم بزاف من هذا المنبر 3100 اورو بالنسبه لنا حنايا كقناه ديال ايرمانوس ان برشلونه جمعنا 2100 يعني هي 5000 و
5200 تقريبا. 5280. 5280. بالنسبه للاب ديال كوثر شحال جمعتوا نتوما الناس اللي صيفطوا لكم هذا؟ 1300. بالنسبه اللي صيفطوا الاب ديال كوثر 1300، يعني التوتال، يعني شحال التوتال تقريبا؟ 6280 زائد 300، قول 6580. 6000 شحال؟ و 580. يعني التوتال اللي عندنا كاملين هي 6580. يعني هذه أبر بالعملية الأولى، العملية الأولى ديال 2000 أورو تكلف بها واحد السيد، كنشكره بزاف الأخ دريس الله يجزيه بخير هذا المنبر هذا. هذيك كاينه، يعني العمليه الثانيه اللي طالبنا فيها 13,900,000 عندنا فيها دابا تقريبا 6000 وشي حاجه، يعني مازال ناقصه واحد شويه باش نكملوا العمليه. خاي الياس شنو اختي منيا، اختي منيا يعني بغيتكم، يعني شنو كتطلبوا من هذا؟ صافي لعبتي اخي الياس واختي منيا، يعني شنو كتقولوا هاد الناس اللي تعاونوا معكم وصيفطوا هاد البركه الفلوس على قبل الكاونتر؟ لا غنشكروهم وربي يجازيهم وربي يحفظهم ان شاء الله، وكل صدقه في ميزان الحسنات ان شاء الله ربي يحفظهم، والله غير يعجزوا اللسان عن التعبير. كثر خيرهم. شنو اللي كيفرحني بزاف هو درنا الفيديو الاول مع هاد الناس الله يعمر لهم الدار، يعني كان واحد شويه ديال طالع له الدم والملامح ديال وجههم يعني حزينين، الحق دابا الحمد لله كتشوف وجههم يعني مبشره، يعني هادشي بالفضل ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. خاي الياس، خاي شنو الشعور ديالكم؟ الناس ضامنوا معكم وعاونوكم تبارك الله. يا خويا الحمد لله، نشكروهم، نشكروا كاع اللي ضامنوا معنا وتلاحموا معنا، ونشكروا حتى الجاليه المغربيه الله يبارك، ومنهم الجزائريه الله يبارك ربي يحفظهم، ونشكركم نتوما القناه تاعكم ثاني، وقفتوا بثبتكم نتوما، والتوفيق من عند الله عز وجل اللي سهلنا الامور، والحمد لله تفتحونا بيبان الخير، وكل ما ساهم بدينار ولا بأورو والله ربي يجازيه وربي يحفظهم، والله يجعلها في ميزان حسناتكم، وربي يسهل لكم اموركم، واللي عنده الذريه ربي يحفظهم ان شاء الله. ونشكر الاخ ادريس ثاني بالبزاف، اخ ادريس اخويا راك مشكور بالبزاف، ونشكر السيد الاخ الكريم اللي عنده بناته فيصل. هذا واحد السيد فيصل مغربي، اتصل مسكين ملي شاف فيديو ديالكم، اتصل عندي قال لي شوف اجي عندي، حيت اصلا هو الصديق ديالنا، مشيت عنده عطاني 1000 اورو، قال لي هذه ديال العائله ديال كوثر على وديك البنيته، بغا فوبري غير الدعاء لوليداته، عنده جوج بنيتات الله يخليهم له، ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي ينجحهم ان شاء الله، ربي يبارك فيهم. شكرا بزاف. وكاين واحد السيد الاخ ماجد من تولوز عايش في فرنسا، يعني عطاكم يعني تبرع يعني البنيته كوثر ب 500 اورو على جال العمليه، ربي يجازيه والله يجعلها له في ميزان حسناته ان شاء الله. امين. هذا السيد هذا مسكين ما عايش هنا في فرنسا، وهضر مع واحد السيد عايش هنايا، ومشينا عنده وعطاها لنا، قال لنا هذه على ود كوثر، يعني يديوها يعني باش تعالجوها، يعني تبارك الله الله يجعلها، ربي يجعلها ان شاء الله في ميزان. اختي منى، بغيت غير نعرف شنو الشعور ديالك والاحساس ديالك ملي شتي دابا يعني من قوانين ان شاء الله ديري العمليه لبنتك ان شاء الله، بغيت نعرف ديك بغا يعرفوا الشعور ديالك والاحساس ديالك فاش كتحسي؟ الحمد لله ان شاء الله باقي تجي في الصواب ان شاء الله وتنجح العمليه وتولي تشوف ان شاء الله. ان شاء الله. دابا بالنسبه للفلوس تقريبا احنا كنجمعوا فيها من قوالو، ومن بعد ان شاء الله ملي غتدخل كوثر العمليه راه كلشي كاع مسمي غادي يدعوا معاها ان شاء الله باش تنجح العمليه، وهذا الشيء هذا يكون موثق عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. الشيء اللي بغيت نقول لكم يعني باقي يعني راه ماشي هنا تحبست، يعني راه مازال خصنا نجمعوا تبرعات، مازال خصنا نكملوا باش نديرو يعني توصلوا كاع بكل شيء، يعني نهار اللي غتدخل كوثر دير العمليه، وملي غتخرج اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم باش نكملوا القصه ديال هاد الناس حتى الاخر. هذا اللي درنا اليوم هذا غير واحد الفيديو توضيحي بالنسبه لديك المعاونات الناس اللي صيفطوا الفلوس ديالهم، يعني الفلوس باللي راه وصلت لمواليها، وراه كنتسناو غير الوقت المناسب. اخ الياس، بغيتكم توضحوا للناس يعني امتى غادي نديروا العمليه، وشنو كنتسناو يعني، وشنو الاجراءات اللي باقه؟ العمليه الاولى ان شاء الله، خاطر كاين واحد لوبيطار هكذا مشينا عليه حتى في 19 في الشهر هذا باذن الله، 19 في الشهر هذا نروحوا لهم ان شاء الله ونشوفوا طرا واش يقولوا لنا هما. النسبه تاعهم منخفضه، خاطر هي النسبه تاعهم جايه منخفضه شويه على المستشفى هذا اللي رحنا له. نشوفوا بعدا لما كاش العون نروحوا باراكير نعاودوا نديروا العمليه باراكير ونشوفوا، يعني الا كان الثمن قل شويه مزيان نديروها فيه، ما كانش قل نرجعوا للسبيطار، نعاودوا نرجعوا للسبيطار ونشوفوا معاهم ان شاء الله ونديروا العمليه الاولى، يعني ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. شوف
الاخوان يعني هذه النقطه هذه باش نوضحوها لكم. بغاو نمشيو للمستشفى واحد اخر لحقاش البنت كوثر محتاجه العمليه ايرجنت، محتاجه العمليه في اقرب وقت، فالمبلغ مازال ما توفرش عندنا كامل باش نديروا هذه العمليه هذه، فاضطرينا انهم نشوفوا واحد سبيطار واحد اخر على لا واعي يديروها بثمن اقل، اذا كانت بثمن اقل احسن، ما كانش فنضطر نبداو في هذا السبيطار هذا ونزيدوا نجمعوا لها اكثر باش نوفروا لها المبلغ كامل ان شاء الله. بس اختي مونيا، انت شتي التفاعل يعني ديال الناس والمعاونات ديال الناس، دابا باقي واحد مقدار قليل ديال الفلوس باش نكملوا هاد الفلوس ديال العمليه، يعني ما كرهتكش يعني تهضري مع المحسنين وتقول لهم داكشي اللي كتحسي به، حيت المحسنين راهم خوتنا وكيحسوا بينا، بغيتهم يعرفوا شنو كاين في القلب ديالك. نطلب من جميع المحسنين يعاونوني باش نزيد نكمل العمليه، باش نحد المقدار تاع العمليه المبلغ ونكمل ان شاء الله ندير لها العمليه. واللي ما قدرش يعاون ما قدرش يلو كان بالدعاء. يعني دابا كنحس بك يعني فرحانه شويه، يعني كتشوف بلي يعني واحد الدرجه الاولى نقزناها ياك. قريتو كتقراو التعاليق ديال الفيديوهات كتشوفوا الناس كيفاش كدعي مع بنتكم، فامنوا معانا الله يبارك ما شاء الله، يعني وكيدعيوا وراهم يدعيونا الله يبارك. هذا هو الهدف ديالنا احنا بالقناه، هو ربي يحفظكم نتوما ثاني، الله احنا ثاني نشكركم نتوما بسباتكم والتوفيق من عند الله عز وجل، ربي يحفظكم وربي يجازيكم نتوما. احنا غير سبب، راه هاد الناس هادو هما اللي يعاونوكم، احنا غير سبب خويا، احنا الله يجازي كل واحد ضامن معنا شو، كل واحد يعني باسمه، كل واحد بقدره، ربي يحفظكم وربي يجازيكم. وحنا سم المبلغ هذاك رانا لمينا تقريبا نصف المبلغ، والله يفوت النصف، تبقى لنا هذاك الشيء المبلغ هذاك اللي يبقى ان شاء الله، ملي كنزيد تعاونوا تزيدوا تعاونونا ان شاء الله، يجيب الله ويجي هاي تعاونونا ان شاء الله باش نكملوا العمليه ان شاء الله وتبرانا ان شاء الله. نشكر جميع المحسنين اللي عاونوني في بنتي، سواء جزائريين مغاربه توانسه داخل الوطن خارج الوطن، الجاليه كامل نشكرها كي عاونتني على بنتي، و وعندي ثقه واحساس كبير باللي حيزيدوا يكملوا لي ان شاء الله المبلغ الاخر وان شاء الله نديرها. وني ما قدرش يعاوننا يا لو كان بالدعاء، واجر الجميع على عند الله. هادشي اللي كاين اخوتي، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني هاد الفيديو يوصل الماس للمحسنين، يعني باش نقدروا نزيدوا نكملوا لهم العمليه ديال هاد اللي بقى الاخت كوثر وخي الياس واختي منى، يعني كنشكروا كامل حنا نتوما، كنشكروا هاد المحسنين اللي عاونوا يعني توصلنا لهذا المبلغ هذا. واخا الياس شي كلمه لهذا المسلم؟ اخويا نشكروا جميع المسلمين والمسلمات اللي عاونونا وربي يجازيهم كل خير ان شاء الله، ونشكروا الجاليه سواء مغربي ولا تونسي، والله احنا ما عندناش هاد التفريقه، نشكركم كامل كاملين، رانا مسلمين ورانا خاوه، والله الله يجمع القلوب، والله يجازيكم كل خير وربي يحفظكم، والله يستركم دنيا واخره، وربي يحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله كما فرحتونا، ربي يفرحكم والله يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. ليش متمنين باللي هذا باللي يكونوا محسنين هكا ويعاونونا، يعني ما كناش متوقعين كامل شيء في البال، يعني والله صدقني مني الحمد لله بفضل عندنا محسنين في القناه ما شاء الله، يعني والله يعني بفضل الله عز وجل والمحسنين وانتم والله هذا واجب الله. يعني وهذه النقطه هذه بغينا نشوف، راه المحسنين اللي تعاونوا معاكم راه كاين بزاف ديال المحسنين الاخوان اللي باغيين يساعدوا ولكن ما وصلهمش للفيديو، رجاء اي واحد فيكم شاف الفيديو هذا بارطاجي الفيديو، راه الدال على الخير كفاعله، بارطاجي الفيديو هذا، راه كاين الناس المحسنين باش يوصل لهم الفيديو باش نقدروا نعاونوا الاخت كوثر اللي هي كتعتبر الاخت ديالنا كاملين او بنتنا كاملين، باش نعاونوها ان شاء الله ودير العمليه وتبغي تشوف عيونات ان شاء الله. كاينه واحد الاخت مسكينه من الجزائر هكا عاونتني محسنه، نطلب ان شاء الله ربي يشافي لها بنتها وربي يفرحها ان شاء الله وربي يجعلها في ميزان الحسنات. امين يا رب. وربي يفرج على كل واحد، وربي يفرج كما راكم فرجتوا علينا الكربه تاعنا، ربي يفرج عليكم وربي يحفظكم وربي يستركم، ونتمنى للامه الاسلاميه عيد اضحى مبارك، والله يجازيكم، وفي الايام هذو العشرة اللي راكم عاونتونا ربي يجازيكم، والله الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله، ونشكر الاخوه نشكركم جزيل الشكر اخي الكريم، ربي يحفظكم، ونشكر القناه هذه بالبزاف، قناة يعني ما شاء الله بسبب يعني بسبتهم هم الله يبارك راهم عيطونا، وحنا ما كناش متوقعين هكذا، يعني بكل صراحه يعني الله ربي يجازيكم كل خير، والله يجعلها لكم انتم في ميزان حسناتكم، وربي يحفظكم والديكم انتم ان شاء الله. وشكرا بزاف لكم المحسنين، والله العظيم يعني ما كناش متوقعين اصلا يعني نجمعوا هذا المقدار هذا، بس شكرا لكم بزاف، وعافاكم نديروا يد في يد، واخا غير بالقليل نكملوا هذه العمليه ان شاء الله، وغادي نبارطاجيو معكم
الاحداث ديال هذه العمليه كامله. شكرا لكم بزاف.